سعادة وسعادة لا. لا سعادة. يا سلام، ايش رايك فيني بالله؟ يا سلام. لا والله جد السعادة ترى انواع. ايوه، في ناس سعادتهم على تعاسة غيرهم. هذا اناني. اناني؟ نعم اناني. طيب يا شفت الكتيب هذا؟ هذا إيه؟ تعال امس شايفك تكتب انت، ايش تكتب؟ ترى كتابات واجد، كتابات واجد ترى. هذه تدري انك امس وانت قاعد تكتب على السرير انا مو نايم جنبك. إيه؟ انا طبعا اسوي حالي نايم، تعرف يبغى لي ساعه قبل ما انام منسدح زي كذا. شايف؟ شفتني قاعد اسمعك تكتب. والله في شغلات عجبتني. ايوه دقيقه خلي اضبط. اشوفك تكتب شغلات حلوه عجبتني صراحه. هذه عطني من الكتاب. ترى في واحده انت قريتها امس او كتبتها امس وعجبتني. ايوه هذه اللي هي هذا من وراء اللي هي لا يصل الانسان نحو حديقه النجاح دون ان يمر بمحطات تعب وفشل وياس، فالناجح لا يطيل الوقوف في هذه المحطات بل يتعلم منها ويمضي قدما نحو هدفه. فالناجحون يعلمون ان كل تعثر يعتبر بمثابه درس عظيم لهم. الله عليك. ويزيدهم نضوج وخبره. لا هذه كتبتها امس. هذه اقتبست بعض الكلمات وبعض كذا سطر اقتبسته. والله كلام جميل. مين اقراها لك مره ثانيه؟ يقول لا يصل الانسان نحو هدف. طب تعطيني انا اقراها؟ اقراها. والله صراحه كلام كبير. الصفحه هذه الصفحه اللي بعدها. لا يصل الإنسان نحو حديقة النجاح دون أن يمر بمحطات فشل أو تعب ويأس. شوف كلامك جدا جميل. لا يصل الإنسان نحو حديقة النجاح. حلو. طيب دون أن يمر بمحطات فشل أو تعب أو يأس. تدري أنت أنك فنت موضوع جميل جدا. فشل أو تعب أو يأس. هذه معناها أن يكون الواحد عنده ثقة وعنده تكرار وأنه ما يوقف فعلا. يا سلام. فالنجاح لا يطيل الوقوف في هذه المحطات فعلا بل يتعلم منها ويمضي قدما نحو هدفه. حلو. فالناجحون يعلمون أن كل تعثر يعتبر بمثابة درس عظيم لهم ويزيدهم خبرة ونضوج. الله عليك. رأيك بالله؟ والله كلام كبير يا ولد. ما بهين أنت، ما أنت بهين. خلنا نقرأ. أوه دقيقة. الله عليك. ويا ولد والله فيك مني. كنت اخصص 5 كلمات في اليوم انجليزيه اتعلمها بحيث اني ازيد اللغه. طيب بعطيك طريقه حلوه بالحفظ الكلمات كنت اتعلمها وانا هناك. اللغه الانجليزيه؟ ايه. اذا ودك تحفظ كلمات، طبعا اخترعتها انا ووحده كانت معنا تدرس وشكرونا عليها. شكرونا عليها المدرسات والمدرسين. شفت الدف؟ في نوع من انواع الدفاتر يجيك فيها حلقه حقت مفاتيح تعلقها زي كذا. أيوة يجيك اوراق. أيوة صغيره. بس نكتب الكلمه بالانجليزي ومعناها بالانجليزي. اذا ودك تحفظ الكلمه بالانجليزي وما تنساها طول حياتك عندك 3 طرق او 4 طرق جدا جميله. الطريقه الاولى تكتب الكلمه بالانجليزي، مثال تيربل، تحط ورا في الورقه من ورا تيربل اتس مين سمثينج باد يو ار دوينج. حلو. ايش فهمت منها؟ إذا أنت مثلا جيت في الكلمة وما عرفتها تجي على المعنى حقها، التعريف حقها بالإنجليزي. التعريف حقها حلو. It is something bad you are doing. يعني مثلا أنك أنت سويت شيء سيء، فتعرف معنى terrible معناها سيء. حلو. فهمت علي؟ جميل. هذا النوع الأول. النوع الثاني يقول لك إذا ودك ترسخ الكلمة بعقلك، إذا ما عرفتها في المعنى بالإنجليزي بالتعريف الإنجليزي شو تسوي؟ تروح تسأل أي أحد يتكلمون إنجليزي، تسألهم. ايش معناها؟ بس ما تقوله في العربي، تكلمها بالانجليزي. What does mean this one? Please translate this one to me. I can't understand this one. يعلمك هو. Give me the definitions of this meaning. يعلمك هو. هنا شفت الكلمة ذي؟ مو انت بحثت على 3 طرق. الطريقة الأولى التعريف. الطريقة الثانية. والطريقة الثانية اللي هي انك تسأل. تسأل أي واحد متعلم اللغة الإنجليزية. إنجليزية أو انه يتكلم اللغة الإنجليزية الأم. والطريقة الثالثة خلاص ما عرفت، هنا تتطرق انك تاخذها بلغتك العربية او اللغة اللي انت المذر لانجوج اللي هو انت فيها. هذه اجمل طرق لحفظ الكلمة.
بس غالبا الناس اللي يطلعوا برا ابتعاث تعلموا الانجليزية على الشكل. كيف؟ على الشكل يعني مثلا نفس الناس اللي يجوا هنا في فهمت عليك. تعلم اللغة العربية على الشكل. يعني مثلا هذا غطاء، اوكي شوف شكله هذا غطاء، يعرفون عد الانجليزي. قصدك على الصور؟ الصور بالشكل. ايه هذه الصور ترى حلوه، بس اذا كان الواحد ما يحفظ. بس في شغله كمان يقول لك الركبه. طيب بما انك جبت اللغه الانجليزيه في موضوع ثاني ابغى افتح بعطيك اياه، بس اخر نقطه، تدري التطوير لغتك يقول لك الليسننج يطور السبيكينج والريدنج يطور الرايتنج. ايش معنى ذا الكلام؟ عيد معليش ما كان. الليسننج يطور السبيكينج. حلو. والريدنج يطور الكلام. ايه والريدنج القراءه يطور الرايتنج. حلو. ايش معنى ذا الكلام؟ يعني لما تسمع كثير وتشوف مثلا افلام او مسلسلات او قصص او يعني اي شيء هاوفر، وانت تسمع خل السبتايتل اللي تحت اللي هو الترجمه ما تكون عربيه، تكون بالانجليزي. حلو. نفس اللغه هنا، انت لما تسمع تعرف تتكلم. تعرف تتكلم بالضبط. الريدنج لما تقرا، يوم تقرا كثير مثلا ودك تكتب، الجرامر عندك ضعيف، فلما تقرا كثير انت سبحان الله طبيعي بيدك تقدر تكتب. فعلا ترى والله صدق، انا في الجامعه لاحظت لما صرت اقرا كثير بالعاده. تعرف في بعض الناس لما يجي للدكتور يقول له اقرا اقرا اقرا، ما يقرا، ما ادري كذا، ممكن يكون خايف انه يغلط او شيء زي كذا. بالعكس والله العظيم مرت فتره اني اقرا 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 وايد، يعني اول ما يقول الدكتور يلا من يقرا اقرا، فعلا تغيرت حتى طريقه الكتابه، الكلمه رايتنج تغير 100%. يا رجل ذيك المره حتى التعبير صرت اقدر اعبر الحين. في واحد ما شاء الله على عينه البارد، الله يوفق ذا الولد، عمره تقريبا 19 سنه. حلو. وكان معانا مبتعث، الولد ما شاء الله عليه في جراءه غير طبيعيه يا فهد، جراءة غير طبيعية. والعيال يضحكون على بعضهم، تعرف فيه السخرية، في نوع من الناس فيهم السخرية وهذا غلط، شيء غلط. فالولد قاعد يشرح للمدرس ذيك المرة، طبعا انجليزية صفر، يا دوب يجمع له كلمتين ولا ويقول بالعربي. المدرس وصلت له الرسالة. حلو. شوف وصلت له الرسالة فهمها. مرت 3 شهور. طبعا مراحل اللغه الانجليزيه بري انترميديت لور انترميديت انترميديت ابر انترميديت ادفانس، 5 مراحل. وبعض المعاهد لا يقول لك 4 مراحل عندهم، بس انا اعطيك 5 مراحل بالتفصيل. الرجل كان في بري انترميديت 3 اشهر، ابر انترميديت ما بقي له شيء على ادفانس، ويطلع نيتف سبيكينج يعني متحدث طلق. كانت عنده جراه يغلط مره مرتين وحكون عليه ولا همه، يمشي يمشي تغلط. الاستمرار تفهم. الاستمرار لابد باي. عشان كذا مقولتك جميله. ها عجبتني مقولتك. طيب خلني اعيدها مره ثانيه عشان تحفظني اياها انت. اي بحفظك اياها. لا يصل الانسان نحو حديقه النجاح دون ان يمر بمحطات تعب وفشل وياس. فالناجح لا يطيل الوقوف في هذه المحطات، بل يتعلم منها ويمضي قدما نحو هدفه. صحيح. فالناجحون يعلمون أن كل تعثر يعتبر بمثابة درس عظيم لهم ويزيدهم نضوج وخبرة. صحيح. طيب خليك من موضوع هذا، موضوع الذاكرة. أنا مرت فترة في الجامعة كان التركيز عندي أحسيت أنه ضعف، فقعدت أبحث عن المعلومات، جمعت معلومات وكتبتها هنا. والله أنا كنت أجيبها ترى من زمان معي، بس لسه باقي كمان في أوراق فاضية. يلا نفندها أنا وياك. طيب ها نفند كل واحدة. أبدأ. يا سلام. الذاكرة، سبب ضعف الذاكرة عندي هنا كتبت ضعف الغدة الدرقية. الدرقية نعم. يا سلام. ثانية الكوليسترول الزايد في الأكل. أوكي الكوليسترول الزايد في الأكل ممتاز. وكميات الدهون تكون عالية جدا يعني. طيب. ثالثة قلة النوم والأرق. وإنك تصحى منزعج، يعني إنك تصحى الأزعاج. من اصوات، من لعب، من ايا كان. خلينا نصل للنقاط دي. عيدها، الغده الدرقيه. ضعف الغده الدرقيه. والكوليسترول الزايد. وايش؟ وكميات الدهون. نعم. وقله النوم. طيب. والارق. نجي الاربعه ذيلا، يعني معناها عندك سوء بالتغذيه. الثلاثه ذي جسديه، في جسديه وفي نفسيه. الجسديه التغذيه. الجسديه
التغذية، سوء بالتغذية، تلقى أكل زائد في الدهون. وإحنا هذا غلط كبير للواحد إنه يأكل أكثر مما يحتاج. ذكر في واحد يقول أنا ما عمري بحياتي يعني كيف أشرح لك، ممكن ما تطلع بصيغة جميلة بس خلينا نختصرها، كل على حجم إيدك ولا تشبع، كل ولا تشبع، كل ولا تشبع. حلو، هذا واحد. اثنين، المشي. فعلا المشي هذا يعتبر تحت نطاق التغذية والرياضة، وهذا كلام جميل عندك. الأخير، النوم، نظام النوم. لازم نظام النوم يقول لك الإنسان الطبيعي 8 ساعات. 8 ساعات بالضبط. في الساعة البيولوجية يقول لك ساعة الجسم البيولوجية. تدري لو أنت مثلا نمت، ذكر دكتور كان يقول لك إذا نمت 8 ساعات وبعدها صحيت كذا طلعت وقلت يا تخلي كملها نومة ونمت 4 ساعات زيادة وصحيت، تدري أنك تخش بمرحلة كسل؟ لازم نفس 8 ساعات تنام زيها 8 ساعات، لأن جسم الإنسان سبحان الله الساعة البيولوجية حقتها لازم تعطيها زي ما تعطي النوم. بالضبط، وهذه فعلا نقطة جدا مهمة. طيب النقطة الرابعة، خمسة، التوتر العصبي. نعم، الضغوطات، ستريسفول. يا سلام عليك. الخامسة، قلة شرب الماء. يلا خلينا ناخذ على النقطتين. الضغط النفسي مثل ايش؟ مثل الضغط العائلي، ضغط العمل، ضغط الحياة، الضغط المادي، الضغط المعنوي، الضغط العاطفي، هذه كلها ضغوط. تعتبر ضغوط. يا سلام عليك. الواحد أنا كانت عندي ضغط الالتزامات. أي التزامات. أكثر من أكثر. أنا كان فعلا نفس الشيء. إيش سويت في البداية فهد؟ والله نقاطك جدا جميلة. بالبداية فعلا كان عندي التزامات، كنت سيء بأمانة في التوقيت، أتأخر 10 دقائق وأحيانا أجي قبلها 10 دقائق، فكان عندي وأحيانا أنسى مواعيد. في شغلة تعلمتها من واحد من الشباب، جاب لي دفتر. حلو. وطانية، تذكر يوم المدرسة يوم نحط الحصة الأولى إنجليزي حرف الإي رياضية؟ إيه. قصة طانية ما تسوي زي كذا، نفس الجدول ذا. جد يا فهد، فعلا صرت على طول يدي بجيبي أطلع النوتة، وأحيانا إذا خلصت النوتة عندي في الجوال في الملاحظات. في الملاحظات تعطيني ألارم ساعة. حلو. كيت عندك كيت قبلها بنص ساعة، يعطيني يذكرني عندك موعد ثاني. هذه نظمت حياتي فعلا، وهذه نقطة جدا. أنا إيش اللي نظم الالتزامات عندي؟ كنت أكتب الأشغال مثلا، الحين طلعت من البيت كنت أكتب الأشغال اللي في نوت الصغيرة. حلو. لا، ركبت السيارة علقتها على شو اسمه الطبلون. حلو. جنب المسجل كذا، بين المسجل والمكيف علقتها، حيث اني اعرف لما انسى اعرف ايش الالتزامات اللي علي اخلصها. طيب هذا شيء. الشيء الخامس اللي هو قله شرب المويه. انا بالنسبه لي، احنا ابدا النقطه هذه من عندي، انا بالنسبه لفهد كنت اخذ 2.5 تقريبا، 2.5 هي تقريبا، او لا 1.5 اتوقع، 1.5 البت، 1.5 لتر البت المويه، 1.5 لتر. كنت اخلص في اليوم 2 لترين، اللي هو يصير 3 لتر. لتر ونص، لتر ونص. ف مشيت على النظام هذا يمكن تقريبا 3 شهور 4 شهور، والله حسيت بتحسن كل شيء اصلا. شوف، حتى في النوم راحه. جسم الانسان كم؟ 70% من جسم الانسان مويه. 70% من جسم الانسان مويه. طيب في بعضهم يقول لي انا كم لتر اشرب في اليوم؟ انت ترى قاعد تطلع معلومات مخزونه عندي. شوف يقول لك كيف اشرب انا. طيب انا طبعا يقول انا وزني كبير، كيف كم لتر يحتاج لي؟ بعضهم نحيف. في هي معادله بس ماني متاكد المعادله، نسيت المعادله بالضبط. هي تضرب الوزن في اتوقع طول، اتوقع الوزن في الطول تقسمها على 100 تقريبا، شيء زي كذا، يطلع لك كم لتر يحتاج جسمك. حلو، فهمت علي؟ يعني مثلا ممكن يعني عمر، معادله شرب المويه. اي معادله لشربة المويه، كم تحتاج في اليوم. بعضهم
وفي طريقة ثانية، في بعضهم ما يتقبل موية ترى بأمانة، في بعضهم ترى ما يتقبل موية. حلو. ليش ما يتقبل موية؟ في أنسجة في اللسان. يعني مثال، أنا الحين أحب السكريات، جميل، أعشق شيء اسمه سكريات. السكريات راح تسبب عندي زيادة في سكر الدم، ممكن أصاب في سكر الدم، زيادة في الدهون والوزن، طيب، وفتح الشهية. هذه كيف أني أتخلص منها؟ لمدة أسبوع الأنسجة اللي في اللسان، لما أنت تحرم نفسك لمدة أسبوع سكريات، الأنسجة اللي في اللسان تتجدد. فلما تتجدد خلاص بعدها تتعود أنك تقدر تعيش بدون سكريات، لأن هذا السم، فعلا سم. أوكي، خلينا نحط هذا الجانب على جنب. الموية إذا في بعضه ما يتقبل الموية، صح، فأفضل طريقة تقدر تحط شغلات، مثلا تحط ليمونة، شريحة برتقالة، الفاكهة اللي أنت تحبها ضيفها فيها. جميل. اللي ما يتقبل، وفي بعض يحط الصوديوم. يا سلام. صوديوم، هذه ترى في حلول، في حلول. يا سلام، في حلول، إنك يعني الشخص اللي ما يحب الموية يقدر ينكهها بالشيء اللي أيوة. هو يحبه. أيوة. جميل. طيب. ما كنت بجيب. برضو نقص فيتامينات، نقص فيتامين بي. أيوة. حلو. طيب، والفيتامين دي، شوف هذا الكتاب كتبته ترى هذا الكتاب اسمه الكتاب الأزرق، ترى فيه نقطة جبتها جميلة. مهمة، الضغوطات، شفت الضغوطات، الاسترس والشغلات دي، ترى في عنصر إذا نقص بجسم الإنسان يدخله حالة نفسية. فيتامين بي دال دا فيتامين دال، فيتامين دال، عشان كذا يقول لك الواحد كل شهر أو كل 3 أشهر أو 4 أشهر يروح يحلل يشوف فيتامين دال عنده. إذا نقص أقل من 70 أو 50 أتوقع، لا 70، إلا 70، أقل من 70 مصيبة، لازم يأكل حبوبها. الحبة هي تجي في الأسبوع مرة واحدة، قوتها 50,000 أتوقع، حبة واحدة كورس هو يعطوه إياه لمدة 4 أسابيع، كل أسبوع يأكل حبة. تدري إذا أخذ فيتامين دال معنويات وتطلع جميل. ليش؟ فيتامين دال وين؟ في العظام. في العظام. ارحب ارحب. هلا. انا 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 سلطان. ماذا تريد؟ طيب اعطيك عهده وراجع لك. يا هلا. يا رجلي، يا الله، الكتاب الازرق، كتيب الازرق، الكتيب الازرق هذا باذن الله، باذن الواحد الاحد، الحمد لله تمام.